بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إقامة الصلاة حسو قادني طهارة دي مركي عن كسو هذا اللي سكونا برارو جني إن لو باهن يهي طهارة القلوبنا إن وقفك مسلم كي كشقيه يا وحن بالله بينا الصلاة صلاة صلاة وحوية إسلام كا ماشى كجدر تمكانة ده هذا يمنزلة ده هذا عبادة الله مده مجرته يدا كوكا عبادة مركليدا فهي صلاة عماد الدين دين تن إسلام كا تير كذي ويتي وحول بتير بيكون تاجين غريه تيرر بيكون تاجين. مركو إنك سو إسلام كوشان تير لا يشان ركني. لكن مربو نبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء عماد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لرسولك عليه الصلاة والسلام رأس الإسلام إسلام كما ذحيسو وحويان وشهادة رأس الإسلام وعموده الصلاة ترك الإسلام كنت أغنيها نوى صلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ماشي أغسى الرئيسانة فيد أغسى الرئيسانة والجهاد في سبيل الله صلاة أهمية هذا يقيمها إسلام كأغفر لذو يمشى كجير توحي بها الغوغران يو حكم ذا عبادات كالاردن اما صوند اما زكاد اما حجد اما حل وحي عباده او هكالا نبي عليه الصلاه والسلام ملك الجبريل ايا لوغ سوديبي وحي بو كيمد لكن صلاه مركي لا فرضيه ليي وحا ويه نبي صلى الله عليه وسلم هبين كاي سجع يسالادا لصفر ديالي السجع اللي هي سه حجاب واحد لحي ماله ملك الجبريل واسجع كهري مركا نبي قال لي المي اي معراج كي عند سدرة المنتهى هل كاس حديث كدير النبي عليه الصلاة والسلام وكجها الله يو معروف كأهل يقان هل كعصار لغو صفر ديالي واسطة لعان جبريل أمد حين الله بعد ستوصة أما ندن وغو صور ديبي أمد ديسا نبي عليه الصلاة والسلام تولى إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج هذا الكا وحكو قرنيها يوانكا عغرينينا كتابك لرافق الزكاة صفحة بقول يسقال هبينكي معراجك النبي قال ديل ميي يا توس لوغو سو فرض يالي فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هبينكي لديل ميي خمسين كونتون صلاة دوت بيحي مركا ولغيري حتى جعلت خمسا الى عشان كان نغطه شان الى عشان كان نغطه ثم نودي ولا دواقي حق على يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه marka waa sidaas waxa laga garanaya yaani meesha ay kaga jirtay islaamka baa laga garanaya in habeenkii la fard yeelay si toos ah biduni wasita bila wasita sabab wuxuu dhaxay oo isan jirin rasuulka iyo rabbigiisa waxa kale ay tahay salaadu wahiya awwalu ma yuhasabu alayhi alabd yawm alqiyamah
يعني ما أنت قيامه روح والبوا لحسابنا يا أنتوا الدنيا ذكنا ولا وسوى السمية خير يا شر يا الله حسابين حساب إن الله سريع الحساب ولي بسي مركا يعني أنت سو قرب القرآن كقصة عرورت حسابته ولا حسابين خير كاجين ولا سوكا جين شرط هذه ولا سوكا جين ويقرينهن وحلا واحد تلاهذا وحلا واحد سمايسو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحلا وحي عاد تلاهذا يا واحد سمايسو دون وقرينهن ولا جين يا ولا حسابين يا مركل حسابين يا عماش هذا الحسابين يا كو وحلا جب بلابا يا صلاة دادي ولا فيرني صلاة دا ولا امتحان امتحان وي صلاة دا الله فيرن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما أنت قيامة ذا الدوان كوحل حسابي وحاوه رياء الصلاة صلاة فإن صلحت هذه صلاة دي كوها قاكتو امتحانك صلاة دا عاد أتكوكو ليستو أو عاد صلاة دي تكنجرتي كوه ورت بلا تكنجرتي سيدي أوتوكا لغولين عاد أوتوكا تي أو كان صحري استوستوس إيا الرئي إيا أي سنكاها هين أد خالصا لوجهه سبحانه وتعالى أدوتك تي إنتا صورنا باي ربطا إخلاص إخلاص كو حكم دي هاي وحيا بها عبادة شرد قو أبو كم دي هاي عبادة كساسلو أقبلو وإلهي أكتيس أي وحلا أقبلو وقيمة لي وآخركو أنفعضا ومرك اللي حسابين أيو وحلا قصوق هذا أي نقطة الله وشرد بأيو باهنتاي لبا الرموض أو أوين وإن لقيه له عبادة كستا مدي وحا ويان الإخلاص إلهي درتي أن هذا وحا عبادة هذا السميس وعبادة بدين هل لقو إلهي إيه. هل لقو عراركي إيه. رياء إيه سمعة وحا لإلهي وكم إذا أمراض القلوب كم إذا وإن هذا عبادة هذا إن مرة سوقلين وحال الله وحي عبادة السمينيس أما صلاة ها أحد أما زكاة أحد أما حج ها أحد أما جهاد ها أحد أما صدقة ها أحد وحال الله وحي عبادة هاد لا إيمان إيسو وإن هاد إلهي درتي بس قيسي بو أحايو ديقسي بو أحايو وعبادة بضنائيو من آن آذن ولجيدين من قرين كرتدو هاد إلهي قلبك آقا عيو ضالعانا يا مركا كاسوا شردك كوباد شردك اللي بعدنا والصحة إني صحتهاي صح إني تهينا وإني وافق سنتهاي شرعك وإني وافق سنتهاي سيدة الله سبحانه وتعالى إي رسولك يعني كتابك قرآنك إي سنة النبي نبي قصده أشهر حي نبي قصده إنه أشهر عبادة لاس عبادة ست ففترن يعني عبادة اللي عبادة كسر الله إنه أشهر ست ففترن طهارة دي وانسو عرقنا ست ففترن إي حديث النبي وقبه حدا وحكست أي شيء جيسا صلاة دواسيدة أوكالي زكاة حج عبادة أردن ست ففترن بالي نوغو شيء مركا سيدة أو نبيغو شيء إناد عبادة ستال ربا أي موافق أي وافق سنتهاي شريعة إسلامك إسلامك أي وافق سنتهاي كتابك سن كتابك إيا سنة أي وافق سنتهاي لبدا شردي أيال ربا مركا لبدا الله تمادو أو أتوكنيسي مركز دي واحد نقول إيسا إن صلحت وي وتعسى لقى وضع إن صلحت ده هجاكتو هجاك واس فإن صلحت هده هجاكتو أو لو وضع شرط لقى هلاي صلاة دي وتكن إيسا لو وضع شرط دينا وايل هاي إخلاص إيوه الصحة إنا يا هاي توح لا صلاة كان أن صحري أو سدي أتكن لجويلي أد أتكتي صلح سائر عمله عملك انت سي كلا ودني وا كو دبابعي يدنا انت كلي صلاه لكن هدي صلاه دات كو دعده هوري لو سكن ماي وان فسدت هدي صلاه دادي اي شروطها ويدو لبدا شرط ميد با مقن اما لبدودي وي مقيهن فسد سائر عمله عملك انت سي كلا نوي هلابيس رواه حديثك وحا وريي الطبراني
waxa kale ay tahay salaadu wahiya aakhiru wasiyatin wasa biha rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam inda mufaaraqati dunya marku rasuulka adduunyadan aan joogno uu ka tagayay uu hoygi dhabta ahaa uu aadayay ama allahiisi abuuray agtiisa uu aadayay waxa nabiga leeyahay (sallallahu alayhi wa sallam) indama laxiqa birrafiiq al-a'la wixaabuhu ka dardaarmay ee ugu dambeeyay bay ahayd uu dhahayay الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة ده هل قد دهالو صلاة ده هل قد دهالو صلاة ده هل دردارن كنا بقول كاسوا وحكلا أي تاي صلاة دي أما صلاة ده وحي تاي آخر ما يفقد من الدين دين تن مركي الدنيا تصير لما نيس diinta markay si dhamaanayso diinta kolba meel baa laga tagaya waxa ugu dambeeya oo diin oo laga tago oo islaamka ah salaada ugu dambeysa daliil waxa uu ah xadiiska nabiga kaleey salaatu wa salaam ee imaamu tirmidhi uu warinayo oo uu leeyahay la tanqudunna ura alislaam urwatan urwa islaamka waxa lagu shabahay silsilad saa isugu xidhan mareego saa isugu dhex jira مد مد باي أقوي فإن ضاعت فكل من قضت عروة مركي حلقة عيسى أقو عذابا تشبث الناس بالتي تليها داتك وحي كوكو غيان مد يكو اكتهاد كيبا لو لقبسان إياه فأولها نقضا وحا أقوه الرأي مريكت أقوه الرئيسة أقو عيسى أما حلقة أقوه الرئيسة أقو عيسى على الحكم وإن لسكو حكم إسلامك وآخرهن تأغدن بيسانا الصلاة الصلاة به رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة مركا صلاة دي وطاس صلاة دا يعني قيمها أي كفر دي دو وطاس دي أنسي ودنو أحاديث تترد بضن صلاة دا فضلي قيادة لوغاها الليو وحاوي أخرج مسلم في الصحيح صحيح سوحه إمام مسلم كسو صاري عن أبي أيوب الأنصاري صحابي قوين أبي أيوب الأنصاري ليدا أن أعرابيا نرميه عرض النبي صلى الله عليه وسلم في مصيرة صعد نبي أصحابتي سوء سعدين بأن نرميه أي كوري فقال وحوي لنك رميه أخبرني إيشك نبي الله بما يقربني من الجنة وح جنة إيد ويا ويباعدني من النار نار تنا إيقف جي إيشك قال رسول كوحد صلى الله عليه وسلم تعبد الله عليه كأبوري أياد عابد إيسا ولا تشرك به شيئا وح الله وحد أشرك يلي سؤد لو ذا جنيسان مجران أما يسن جرين معنيه وتقيم الصلاة صلاة دواد أوجي فيري صلاة دواد تكلم الله واد أوجي صلاة دواد أوجي صلاة واد أوجي ده وحلقة وضع مركز إقامة الصلاة وأقيم الصلاة يوم مركز القرآن كصلاة ده كهلا يو وأقيم الصلاة وي ويقيمون الصلاة كل بقى مدي الله استعمالها بقى ماض إيو أمر إيو مضارع بقى محاجر وحا الربعي معها تكشد كلية لما الربع وحا الربعي إن لأوغو أوغي دي وحيكا كوابان تهي كو إخلاص إلهي درت إن أدو تكنيش تكلانا وحا وي وإن أدو تكتو سيدو نبيو أدو تكدي إيه وأصحاب تيسا باري إيه إلام مانتل إن سو قارسي إيه يعني إلا واجي النبي قال إلا ما أنت ما قام مسلم بسون الله يد إلهي أم بيوح صعب أنتي أنت أسرن بس وجود بسي صلاة ده مركع إن سداس أتوكتو سداس صح ده لا شرحي النبي قال شرحي أي ما دي سين شرحين أي ما دي إنه صوبان دين لين سو قارسي سيدي إن أتوكتو يا الرب إن شاء الله تعالى وأنا ست ففترن بانوجها للدنا وتؤتي الزكاة الزكاة ذا أذبحها
وتصل الرحم قرابتنا على الحرير حديث قال وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين إمام بخاري ومسلم وحي وريين عن عبد الله بن مسعود قال إنه سألت النبي النبي أيام وحي ويديه صلى الله عليه وسلم رسول الله حديث يكتابه أي العمل أحب إلى الله تعالى وح عمل أه ومؤمن سمعيه بني آدم سمعيه وح عمل أه حول عمل وبني آدم سمعيه وح ألا أبجع لها إيش قال رسول كوحي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها صلاة ووقت جاذة اللي تكده وقت جاذة صلاة ووقت جاذة تكده مركع على الإطلاق حديث كاسو بخاري أي مسلم ورينيين أي وريين باوح الدليل نص ويهي أما صريحة صلاة إنه يتهي وح لصمية وح وفر لقبضا قلت وحاني لي ثم أي يا كوحيقة صلاة دي قرن يا كوحيقة قالوا حري بر الوالدين لبدا هذا والد أدبار النقطة ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إله جيت كيس ولا قول جهاده مركا كاسنا واسداس مركا دوح لكوبي كريو معها وحكالان سوق عادل إن حديث كان لو ذي يقانو 40 كسو عروري 40 نوويقة وإمام الداود إيو ترمذي أي ورينيان وأخرج أبو داود والترمذي أبو داود يترمذي وحي صوصارين وقال أولي الترمذي أمام الترمذي حديث حسن صحيح عن معاذ بن الجبل قال معاذ بن الجبل وحي قلت وحانري يا رسول الله رسول الله أخبرني إيشك بعمل عمل إيشك أو يدخل الجنة جنة إيجالية ويباعدني عن النار نار تنقفقية نكي رميقة أحسوأشي سيئو كالواي قال رسول كوحيد صلى الله عليه وسلم لقد سألت واحد قال له دبا هانتي لقد ساسوي دبا هانتي واحد ويديسي سألت واحد ويديسي عن عظيم أرنوين هساعته وإنه أرنتاس لا يسير وفدودي هي على من يسره الله إنك الله أسهله إنك الله أفضل دايو وسهليه مركم حيهن أنت تعبد الله ألا أم بعد عابديسا لا تشرك به شيئا أذيق أون وحبنا اللو ذا جنين لما ربو ألا نين أذ عابدسو عابدو وحكى لنا اللو ذا جيسو وحكى لنا عابدو لديني مركز مركز تلقو حدا وتقيم الصلاة صلاة دنواد أوغي وكاس شروط دي أركان تيدي يسيد الصلاة دي صحبة أحيد النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وأصحاب تأبري يسدي أحاديثي سو أيكو عدها يسدي لينوسو غارسي يسدي نوادو تكن إخلاصنا واتكو تكنيس وتؤتي الزكاة زكاة نواد بحين زكاة نسدي الله أقول تلقى لي حوالها عدوان وحكا لقرنين أدقى أون وحخيانين أدقى أو محاجر إلهي باكو طالعانا يئ زكاة نواد بحين مالك عقاد كبحينيس وتصوم رمضان رمضان نواد سومي وتحج البيت حجك بيتك إلهينا وذو حجنا يسمرك وأركان الإسلام كي ثم مرك أكد بقال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ورمكوشة برأس الأمر أرنتن هدى أدي ويديسي أو جنة ذا وحن لقوق عليه نارتن لوقف فقانا يوحن مضحو أمتقانا وعموده تيرك وكتاقيا هاي متقانا وذروة سنامه كروس كيسا كروس كاس ماشي أقول سرسة بار كيس أنا متقنا قلت وحنا يا رسول الله بلا بلا يا رسول الله إله إيشك قال رسولك هذا رأس الأمر أرنتا جنة اللقو قالوا نارتنا كافة جيسا ماذا حيدو الإسلام إسلام كواي يعني هو كلمة كلمة التوحيد كواي هذا مركن صلاة دبوا وإسلام كي كلمة التوحيد كواي وعموده تيرك وكتاغن هنا الصلاه وهي وذروه سنامه كرس كيسا بارك او سريانا الجهاد في سبيل الله مركا انتاس
ودن با ودليلا وحكول اي صلاة دو تهي دنبيا دا قفكا مسلم كا كدعا دنبيا دا انا وي كدقان وي كدقي وي كدقي دنبيا بي كدقي سا او اله سبحانه وتعالى او كدقي او سدا مركا اد قبيستو اما مركا اد ويسا قادو تا اد وسخ دا اي بيهو كدقان يي صلاة دونا دنبيا دا كدقي سا طبعا dambiyadaasi waa dambiyada aan waaweynayn kabaairta ahayn kabaairta iyo fawaahishtu tawba ay u baahan yihiin ahadiithta arinta ka hadlaysa waxaa kamida rawa muslimun imam muslim wuxuu wariyay fi sahihi an abi hurayrata abi hurayra wuxuu ka wariyay annahu abu hurayra sami'a inuu maqlay rasuulallahi rasuulki ilaahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu isagoo odhanaya أرأيتم بل كورما ما هي إذا لا تهاي كورما هذا لا استعماله لو أن نهرا هدي وبي وبي بيئة بباب أحدكم مد إذن كإذن كم إذا الباب كيس وبي مريو وبيغا سو يغتسل منه وكوكوبيسانيو وبيغاس كل يوم مالين كست خمس مرات شنجر ما تقولون ما حد هيسان مبقيا من درنه يحي وسخن كاسا رايد نوح مكر ريبي وبيغاسي شن جير روح وبيكم ماي داي يحي وسخ سار رايد يوح كهريان قالوا وحيدهن لا يبقي وبيغاسي ريبي مايو وكتغي مايو من درنه وسخ ديسي شيئا وحبا قال رسول كحول مركة فذلك مثل الصلوات الخمس تعسي وشنت الصلاة ضوضة وكاله يمحو الله بهن الخطايا ألا وحو كتر ترى إيجا شنتاس الخطايا وحي قفأة الدنبئة السيئات كاد عي أيو كدا أيو الله كاد نقا وأنارك دوناي لكن waxay ku shardisan tahay ay dambiyadaasi ay yihiin inay sanahayn kabaair kabaairta ma culimadu saasay tiri xadiis sahih ah oo arintaas sheegayaana uu jiraa hadda hadaan idin aqriyo oo idinka been jaro kitab la yiraahdo usulul iimani wal islam oo qoray caalim weyn oo la yiraahdo wahba zuhayli صفحة ديسة جزء كوابات صفحة الصدح بقول لحية سداتا ماشي عسان أقرين إن حديثا يماشي عسيك السوء عرارين لكن هدوا وذا حديث وذا صحيح أمهات الحديث أردن كوا ذا قرن وحليه والسيئات المغفورة سيئاتك يدن بيض اللي سرع فيما بين الصلاتين لبدا الصلاة لحظة هذا هي الصغائر والدنبيادة يريركا أما الكبائر والدنبيادة وأوين فلا بد لها من توبة خالصة لله عز وجل وحايقا كوا سيوباهيهين توبة كان بيوباهيهين صلاة دي أتكتئ وكليتي كاقامة ترترميس محاتاء الدليل لما رواه مسلم إمام مسلم وحوريي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول كوحي الصلوات الخمس شنت الصلاة دوت والجمعة إلى الجمعة جمعة مركاتكتو إلى الجمعة ذاك اللي لقى قاريو كفارات لما بينهن انت قرد حيسا دم بيضا كاد عاي يقى كا كفارق قدي أو كا قرنية أو كا ترترية ما لم تغش الكبائر هدي أن كبائر ماركتي لجلين دنبيا كبائر هدان للا إيمانين دنبيا دا سدان لغاها للجلين مركا حديث كاس ما لم تغش الكبائر كاسا أصلوا أو حديث تا سدا إطلاق أو كسا وضع رورتي أو دنبيا أردن بالا مايري كواس مطلق وحا قيدة يكن كان با قيدة يكن مركا لوضع قادنا يا مركا سداس ويان مركا دوح لسوا كوبي كريو ما أها إنتاس أيان كجا كافتو مينا
فضائش الصلاة دا يا مكان دا أي إسلام كجيرتو إيو محنكو إلى هذا أي قفك مسلم كارها سمالك كوباد وحيستو إن الصلاة دا تهاي مركز لوغا باهن يهي لبشاي وامد إيه إن وإخلاص كد دا الصلاة داس إلهي درتي إنو أتوكني إلهي درتي وهلغو أركو يهلغو مقلمين عيسان جرين يتكلوا عه صلاة دا سيسحا إنو أتوكدو صلاة دا أوغو أو شروط دا دي يا أركان تا دي يا هيئات كا دي يا وحا دي أردن يا سيدين علي نبي عليه الصلاة والسلام وصلاة دا إنو براي لو تكدو مركا إن شاء الله تعالى دروس تينا صوص عطا وطحانها وحنوغا حد دونا سيدي صلاة دا صح دي أي تاي سيدا صلاة دي النبي عليه الصلاة والسلام وبراي ومديسة أصحاب تيسة وشاغي وتصي وحديث مصيب بسلاته إنك سلاة دي سوح ما يوشا غي يسيد أوتو كنجري أي أصحابتو أغد ديدان اللي نوسو قد بيي وحاسو إذل يا إن شاء الله تعالى أن كهل دونا إنت إنان إنت أن كهل لنا وحان كهل دونا ودرسك كنكو حقا ونقن دونا روحي أن تكن محويا حقن كيسو وفكي تكن وايا يتارك الصلاة محويا حقن كيسو انت نصوص كسو عرورتي يا نصوص تاسدي اي امدو اوكال فهمين تاس وحو نقون دانا درسي انا صوص على انتاس ايان كجو جنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.